بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عبد الواحد قنديل، رئيس مصلحة تحقن الدم ذي النظر. أمس سنم بأنه بنك الدم ذي النظر يتعانى الطاس قوسنا الخصاص أن يذمن إيش العدد أن يمهرش كل نهار تسند وزرخ يذمن، ولكن وثي فنشا لأن في الشهور الأخيرة نظرا للجائحة كوفيد 19 وكذلك المنطقة الفترة الصيف تغت معروفة أنه ينجن نقص على الإقبال على التبرع بسي ذمن من يجين بنك الدم ذي المركز الاستشفائي الإقليمي ذي النظار التابع لمندوبية وزارة الصحة ذي النظار أتج مجموعة الحملات التبرع سي ذمن ذي الفطرية أك شركاء النغ المرحلة يا نهارا قناة ذي دار الأم من باش ننظم الحملة التبرع سي ذمن نهارا الأربع ذي الشاق الخميس ذاني تدي دار الأم الحملة يا نظمت أك جمعية رابطة الشباب من أجل التنمية والتضامن مشكورين ثا الجمعية يا نهارا توغانغيج الإقبال مهم الساكنة الشباب يديوسين يتوافدن خضار الأم من أجل التبرع سيدا من قاقص النداء بأنه الخصاص مازال قائم الخصاص مازال قائم لذلك تتناشد غسي المنبرايا ننضادور سيتي قاق بأنه ثيوشة إن شاء الله قنغعاد نتواجد في دار الأم باش ممكن التسنت التبرع عند سيدا من باش نعثق يمهراش يجن سوطس ذي المراكز الاستشفائية يجن لا العمومية ولا الخاصة ذي التابعين الإقليمين نظر الدريوش نتمنى إن شاء الله أتزعم المباشر النداء تستجب النداء باش نقفوز قفوز لأن التبرع سيدا من فهي مسؤولية الجميع نوزونا وول ان شاء الله باش غنغير يجن الثقافه نتبرع اذا من ذي المجتمع. السلام عليكم، معكم انيس هرفال امين المال رابطه الشباب من اجل التنميه والتضامن. نهار من شتو رام تنظم النسخه الثانيه ديال الحمله نتبرع بالدم ايتو غادي جا نضمت والتواريخ بلي انه نمشي للجمعيه ايجان داني تا ذي النظر ينظم النسخه ديك السنه وها الحمد لله نهار تو غايجن الاقبال ضم قران زكونا النظر وتغين متحمسين انه هذا سنة تبرانس الدم تقريبا شان 140 واحد ما تعدو يديو سنة تبرانس الدم وان شاء الله عاد يقيم اليوم الثاني زي الحملاية ونترجى انه هذه ريجن الاقبال ضم قرنق الحملاية ليكم شقنا دنيا يا خوبي اقايا كجمعية رابطة الشباب للتنمية والتضامن نهارا نضم الحملاية بالتبرع بالدم بورك غنغج الخصاصي مغادي بنك الدم سبيطال النخ وصراحة الحمليات القاجن الإقبال يمغى ساكنة أغلبية ساكنة وسيندغا نوغ تبرع عن زيد الدم و ديجا ماني تغوت نكونتاكتا باش غنغداسن نوفا يجن الإقبال وتوغا مري وداني غايجا شل المانع باش وادي تشادي يتبرع توغا زي الموانع عني أنه ديجا يلا هاد ماشي تبرع سيدا من وثاني تادي جن حاجة الصباح ديجا نغا أني ري نفاح الطاس لأن يوضا نغا تفكان دي المصلحة يوداني هرشان يتهم اسنا تبرع عن زي الدم لأن دقا نورمال مونت غن قرص قوي ديشا يوضا نغا تبرع عن شا ولكن نوفا دين الإقبال ضم قران وصغا دين غي ساكينة النظا بأن غانغ الفرصة انتي وشا أدسن ولاني هني إني ويتبرع عن شا زي الدم أدسن ولاني هني يكين خشاركن دي الفعل الإنساني الأخلاقي وإخسا يودا نسن بأن مراتو غال مهمة يدبيب هي تسلبارا الحياة يعني إنقاذ حياة الناس قال مهمة يودان هي إنقاذ يودان نغني عبر التبرع بالدم نسن